ألسنا نشهد رجوعاً قهقرياً من حالة التمرد على القوانين؟ قانون طلبتك عطيتك وحب الخشوم، تقديم الولاءات القبلية والطائفية على أي معيار للكفاءة، عدم الإحساس بالمسؤولية الوطنية، عدم الإحساس بالانتماء الحقيقي إلى الوطن. المسألة مو مسألة شعارات، مو مسألة كلمات تنطلق في الهواء ثم تختفي. المسألة مسألة شعور حقيقي بالانتماء إلى وطن راسخ يريد أن يبقى، وليس وطن تبتز ثرواته ثم يترك إلى مكان آخر. شعور بالتجذر في داخل هذا الوطن، هل هناك تقدم في هذا الإطار أم هناك تقهقر وتراجع؟ وغير ذلك من القضايا التي تؤكد أننا نعيش حالة التقهقر والتراجع المدني والحضاري، بحيث أصبحنا نشهد حالة أشبه ما تكون بالحالة البدوية فيما يجري عندنا في إدارة الأمور وفي سن القوانين وتنفيذها ومتابعتها إلى آخره. ذكرت بعض الشواهد في أثناء كلامي، أذكر لكم شاهد بسيط ما لا قيمة مادية. الآن لما أستعرض هذه القضية، قضية بسيطة جدا قد لا تكلف الدولة مئات أو آلاف، بضعة آلاف من الدنانير، ولكن ما أقدمه نموذج. أنا كمواطن شاهدت بعيني هذه القضية، وسنظهر الصور بعد قليل على الشاشة. أنتم تشاهدون معي قضية غريبة جدا أنا شاهدتها، وهي تتردد بين أمرين: إما التسيب في المال العام، وإما سرقة للمال العام في وضح النهار. بس قضية بسيطة كنموذج لقضايا أكبر هي بمئات الملايين، تسير على نفس النمط عندنا للأسف من حين لآخر. لما يسمع ويشوف المواطن هذا الشيء، هل يكون عنده ثقة في قضية الخصخصة؟ ورينا الكنترول الصور، خلينا نشوف الصور هذه. في صورة موجودة؟ هذا شارع الفحيحيل، تعرفونه كلكم، عند السهمين الحمر. أنا مو قادر أتحكم بالماوس. هذا الشارع الفحيحيل تشوفونه معروف عندكم. طيب، وهذا السهمين يأشرون على شارع الفحيحيل. لاحظ السهم هذا الأول والثاني على الطابوق الأحمر المتداخل، اللي مثل اللي فرشناه قدام المسجد قبل أيام. عندنا في الجسور، أغلب الجسور إما زراعة وإما طابوق متداخل. الصورة من الفضاء قبل سنة كانت بهذا الشكل، إلى قبل شهر تقريبا كانت بهذا الشكل في إحدى الجسور عند الفنطاس. شو اللي حصل؟ قبل شهر تقريبا وأنا في الضفة الأخرى من الشارع وأنا جاي المسجد، أشوف 6-7 هافلوريات سيارات شحن واقفة بعمال وافدين، ويأخذون الطابوق الأحمر هذا بكميات ضخمة وبسرعة غريبة بدون ما ترافقهم أي سيارة حكومية، لا سيارة شرطة، لا أشغال، لا بلدية، لا أي جهة أخرى مسؤولة عن هذا الأمر، زراعة غيره ما أدري. ثم خلال ساعات لما رجعت من المسجد أشوف المنظر، أمس صورت أنا هذه الصورة، المنظر الآن شهر كامل، شوفوا الطابوق مو ماخذينه كله، قسم منه، يعني عملية واضح أن قضية مو طبيعية. الآن لو كان أكو قرار أنه يزال هذا ويستبدل بزراعة مثلا، مفروض كله يزال. إذا كان عملية استبدال، ليش يزال الطابوق هذا وجديد هذا مفروش؟ ما تصح مادية كبيرة، ولكن بهالطريقة هناك نماذج ضخمة يشهدها المواطن، يقراها في الصحف إلى آخره. أعطيك مثال آخر يخص التربية. مدرسة أيضا عند بيتنا في المنقف، صار لها سنتين مبنية وسنتين تعمل، مدرسة ابتدائية للبنات. هذه هي المدرسة، وهذا سورها الخارجي. السور الخارجي جت واحدة من الجهات الإسلامية وعلقت أحاديث، لوحات خشبية مصبوغة ملونة ثابتة، علقتها على سور المدرسة كلها من عند الباب للخلف. الآن سنتين هذه اللوحات موجودة. تخيل مدرسة ابتدائية بنات، بدال ما قبل مدارس الروضة والابتدائي بنات كذا تشوف وردة وتشوف لك عصفورة وتشوف لك فراشة وكذا وألوان حلوة، تخيل شنو اللوحات. اقرأ. لو البنت هذه عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات ويتحق أبوها ولا أمها قالت بابا شنو هالكلمة هذه، شو يقول له؟
طيب إدارة المدرسة وين؟ إدارة وزارة التربية وين؟ المراقبة اللي يجون وكذا، قسم الصيانة، قسم التوجيه، غيره. طيب هذه الجهة الإسلامية بأي حق تعلق لوحة من هذا القبيل؟ ليست واحدة، هاي لوحة ثانية. لعن الله، بين لوحة ولوحة كلمة لعن الله موجودة. لعن الله اللي يذبح لغير الله، لعن الله اللي يعلق تنميمة، لعن الله كذا، لعن الله كذا. طيب هذه التربية اللي بنقدمها لأبنائنا هذا مو تسيب؟ هذا تسيب. مثل هذا التسيب لما ما يلقون أحد إن يحاسبهم ولا يتابع. بل مو هذه القضية، أتصور أكو بعض الناس عندهم غيرة، ولكن أكو نفوذ عند البعض ما نخاف إنه مثل أصحاب هالعقليات وهالتوجه إن باكر يمسكون مفاصل البلد بيدهم من خلال الخصخصة. أكو مثل التخوف عند المواطنين. وبالتالي أقول بأن إذا أريد للبلد أن يدخل عالم الخصخصة فلا بد أولا من أن ننتشل الكويت من حالة التقهقر الحضاري في دائرة المفاهيم وفي دائرة القوانين وتطبيق القوانين والرقابة والجدية في التنفيذ وغير ذلك. ثم تبدأ بعد ذلك أولا هذا، نعيد الكويت إلى مسارها الصحيح الذي بدأته من حين ما وضع الدستور. هناك مقالات قيمة حقيقة خلال هذا الأسبوع اطلعت عليها في خصوص عندما بدأت الكويت مسيرتها الحديثة بعد الاستقلال، كيف كان إصرار على الدستور على مجلس الأمة، وكيف كان الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم كان مصر على أن ينقل الكويت من حالة البداوة إلى حالة الحضارة وغيرها من القضايا. مقالات قيمة في هذا المجال تبين أننا الآن في مسار آخر منحرف بعيد عن هذا المسار. أولاً نعيد الكويت إلى هذا المسار الصحيح، ثم يكون هناك حديث عن الخصخصة، ثم تكون هناك عملية سن قوانين للخصخصة على أسس علمية ومدروسة، ثم تبدأ العملية تدريجياً كالنموذج الذي شهدتهم دولة ماليزيا. شوفوا اليوم التقدم اللي حصل عندهم، واحدة من أمور اللي نجحوا فيها قضية الخصخصة، ولكن بشكل علمي مدروس ومتدرج، فرجع بشكل إيجابي على الحكومة وعلى الدولة. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين.